التطعيمات بشكل عام، سواء كانت تطعيمات الإنفلونزا أو تطعيمات الأطفال، أشوف إنه في بعضها ضروري وبعضها مو ضروري أبدا. طيب، بداية إحنا ما عندنا داتابيس يحدد لي معدل إصابات الإنفلونزا سنويا في السعودية، فعلى أي أساس هذا الحرص الزايد؟ وأكيد إنهم دافعين مبالغ يعني على هالتطعيمات، فسالفة إنه يوزعونها كذا بالشكل هذا صراحة شيء يعني مدري وش أقول عنه، مخيف. طبعا أنا أتكلم عن الأشخاص الأصحاء الكويسين اللي ما حيضرهم لو جاتهم إنفلونزا مرة واحدة في السنة ولا مرتين. دخلت على موقع وزارة الصحة أتوقع، فكان في سؤال إنه نساء الحوامل يعني يأخذون لقاح وكذا، حاطين كلمة يوصى به بشدة. حاط كم مرة إعلان يعني مرة حارصين على النساء الحوامل، أنا أشوف إنه مثلا لو الطفل 6 شهور صغيرة على التطعيم، فما بالك إذا كان جنين في بطن أمه. كونك أخذت التطعيم ما يعني ما يضمن لك انك ما تصابين بالانفلونزا، لا، في احتماليه ان تجيك انفلونزا او اعراض خفيفه وما الى ذلك. نعم، راجع لك تماما، لكن تاكد انه ما عندك حساسيه لا من البيض ولا من التطعيم يعني، ويقيسون درجه حرارتك قبل تاخذينه. سالفة التطعيمات اللي في كل مكان في المدارس وفي المولات وهذه مرة سيئة صراحة، لأنه غالبا ما ينقصون درجة حرارة ومستوى النظافة يكون سيء. في المدارس حرصوا عليهم، إذا أنت ما تبغينه ياخذ التطعيم أكدي عليه أنه ما ياخذه غصبا عنه، لأن كثير يسوون هذه الحركة وشيء مستفز صراحة. التطعيم لكن ضد التطعيمات اللي ما لها داعي، زي حتى تطعيمات الأطفال ضد التهاب الكبد الوبائي A و B، هذه جدا ما لها داعي. الهيباتيتس A ينتقل عن طريق الطعام الملوث، الماء الملوث وغيره. الطفل أمه يعني بتأكله أكيد أنها بتحرص عليه. برا في ناس اسمهم أنتي فاكسينيشن، هي زي المجموعات يكونون ضد التطعيمات بشكل نهائي يعني، وشفت البادين فيها هنا عندنا العرب. بالنسبة لي عندي منطق وحسني مرتاحة له صراحة، يعني أنه أي شيء يحرصون عليه بزيادة يوزعونه كذا ببلاش أخاف منه.